طبعا لا، ومع المنافسه من برا يجيبوا الخليجي كله بترول ارخص من هون، ويجيبوا يسمحوا للناس تستورد البترول افضل لهم. اكيد لا، لانه وضع الناس كله تعبان. والله انا شوف لا ايد الضريبه اصلا على النفط، لانه بالاساس غالي مكلف جدا يعني بالنسبه للدول الثانيه. يعني انا لا اؤيد فرض اي نوع من الضريبه على النفط. انا لا اؤيد انه يزيدوا. اكيد لا، انا ضد ضريبه المقتطعه على المحروقات. طبعا راح يكون الضريبه يحطوها يعني هي دائمه، وصير في رفعات للبنزين، فالضريبه هي هيك هيك دافعها، والرفعه كمان هيك هيك راح تدفعها. انا لا اؤيد يعني وضع ضريبه مقتطعه على المشتقات النفطيه. المواطن بطل يتحمل، الناس تعبت، كفي ضرائب. يعني بتمنى من حكومة الرزاز انها تكون مع المواطن، بتخفض ضرائب. الناس بلشت ترجع تركيا، تجار والناس مواطنين، فرجاء من حكومة الرزاز انها تخف على المواطنين.